خلينا ما يبقاش الكلام على لساننا، لانه انتوا اتعودتوا حتى في ملك وكتابه منهجيتنا دايما وابدا المصدر الرئيسي للمعلومه. لما نقول في اتوبيس بطل احداث القمه 119 فالاتوبيس تابع لشركه سياحيه، هذه الشركه تحدث رئيسها او المسؤول فيها الاستاذ سامي طلخان للزميله الاستاذه لميس الحديدي في برنامجها اليوم عقب انتهاء المباراه او عقب تعطل الاتوبيس او عقب عوده الاتوبيس، دي مرادفات الازمه 115، احنا بتوع الاتوبيس مش احنا بتوع القمه 119. تحدث مسؤول الشركه السياحيه اللي كانت مختصه بالاتوبيس بطل الواقعه مع لميس الحديدي، نسمعه. استاذ اسلام طلخان مدير السياحه بشركه دانا للسياحة المسؤولة عن نقل فريق نادي الزمالك، خلينا نحاول نستوضح منه الوضع. أستاذ إسلام مساء الخير، حضرتك أولا أنتوا الشركة المسؤولة عن نقل نادي الزمالك أو نقل فريق نادي الزمالك النهاردة؟ مساء الخير أستاذ رميس. مساء النور. بالظبط كده، احنا الأتوبيس اتحجز النهاردة معانا تقريبا في حدود الساعة 3 العصر. الاتوبيس اتوجه للنادي كان في حدود تقريبا كان ميعاده المفروض الساعه 4:30. يعني ميعادك ان انت تتحرك من نادي الزمالك 4:30، من نادي الزمالك اللي هو في المهندسين. مظبوط يا فندم. 100 عقبه. 4:30. ايه اللي حصل بقى يا استاذ اسلام؟ اللي حصل ان هو الاتوبيس خد مساره على كوبري اكتوبر لغايه رمسيس، اللعيبه وقفوا الاتوبيس في بنزينه في شارع رمسيس ان هم يدخلوا الحمامات. بعد كده اللعيبه استقلت تكوسه ورجعوا الاتوبيس مع العمال او الاداريين بتوع الفريق على النادي. لا معلش تاني، يعني هم وقفوا الاتوبيس في ميدان في شارع رمسيس، وانتوا ليه ما كملتوش اكتوبر؟ نزل الاتوبيس من على اكتوبر بحاجه ان هو هيدخل الحمام. فهم عايزين كانوا يدخلوا الحمام فدورتوا على بنزين عشان يدخلوا الحمام. مظبوط. وبعدين؟ بعد كده اللعيبه فضلت في البنزينه فتره يعني، وبعد كده خدوا تكوسه والاداري طلب من الاتوبيس ان هو يرجع تاني على النادي. هل كان في مشاكل في الطريق؟ هو النهارده بصفه عامه كان الطريق اصلا مزدحم بسبب الامطار، لكن لا ما كانش فيه مشكله بالنسبه للاتوبيس في اي حاجه. هل الاتوبيس اتعطل؟ لا لا نهائي. الاتوبيس اوضح لحضرتك الاتوبيس دوت مرسيدس 600 موديل 2019. لسه عامل صيانته في التوكيل يوم 13/2، هو ماشي 60,000 كيلو. هل كان في فتح الكبوت؟ هل فتحتوا الكبوت؟ في حاجه حصلت؟ المفروض الاتوبيس دوت متراقب بالجي بي اس، واحنا كنا متابعين الاتوبيس على الجي بي اس. متابعين الاتوبيس بالجي بي اس. مظبوط. كان معاكم عربيه شرطه مرافقه؟ في عربيه شرطه كانت مرافقه لي ابتداء تقريبا من رمسيس. من رمسيس. كنتوا وقفتوا الساعه كام في البنزينه بتاعت رمسيس؟ لا تحديدا التوقيت يمكن كان في حدود الساعه يمكن 6:30 تقريبا او 7. اللعيبه قعدوا قد ايه في البنزينه؟ ما عنديش الفتره الزمنيه بالظبط والله يا استاذ رميس، انا لسه بوصل السواق، يعني احنا لسه هشوف السواق دلوقتي. بس يعني القصه يعني، وهناك في عند البنزينه طلبوا منكم انكم يا زمالك؟ دي اول مره يا فندم. أول مرة يحجزوا معاكم. شكرا أستاذ طلخان مدير السياحة بشركة دانا المسؤول عن نقل فريق نادي الزمالك النهاردة. احنا حبينا ان احنا يعني نعمل شغلنا الصحفي ونعرف كل المعلومات اللي حول هذا الأمر. يعني 6:30 7 قالوا له انزل دخلنا اي بنزينه احنا عايزين نخش دوره الميه. فين؟ في شارع رمسيس بينه وبين الاستاد 2-3 كيلو. يعني لف وارجع. الحصره كانت الى درجه انه ما يقدرش يكمل. هو بيقول لك من شارع رمسيس والاتوبيسات دي فيها حمامات بالمناسبه، وبيقول لك الامن كان معاهم بقى موسع لهم الطريق. هتكتشف ان الامن
وسع لهم الطريق لحد الاستاد فعلا بالمعنى الحرفي. ال 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 يعني كان قدامهم مثلا 10 دقائق يا سيدي تلت ساعة من 6:30 7، يعني كانوا بكترها هيكونوا 7 7:15 في الاستاد.